إذن مشاهدينا، كما سنتابع في هذا التقرير، تحولت المستشفيات إلى قواعد وأهداف عسكرية وساحات للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد تقرير لمركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام السوداني أن قوات الدعم السريع أخلت نحو 21 مستشفى ومؤسسة صحية في الأسبوعين الثالث والرابع من القتال، كما وتسبب ذلك في تعطل 55% من المستشفيات في مهامها السريرية والعلاجية وأيضا الخدمات التشخيصية. وفي 17 من شهر مايو أعلنت وزارة الصحة السودانية أن الدعم السريع تمركز في 24 مستشفى وأربع مؤسسات صحية حيوية، منها الصندوق القومي للإمدادات الطبية وأيضا بنك الدم القومي وغيرها. من جانبها أيضا اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع باتخاذ 22 مرفقا صحيا كثكنات عسكرية بالخرطوم وإخراج المرضى والحوامل والتعدي على الكوادر الطبية. الخارجية السودانية قدمت مذكرة لمنظمة الصحة العالمية عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة لشرح انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق المرافق الصحية، بينما تنفي الدعم السريع هذه الاتهامات وتحمل بدورها الجيش مسؤولية قصف مستشفى شرق النيل ما خلف قتلى وجرحى، ووعدت الكوادر الطبية بحمايتها من أي اعتداء وفق بيانها. ويعتبر الجيش أن قوات الدعم السريع حولت مستشفى شرق النيل في خرطوم بحري إلى مقر قيادة لمنطقة شرق النيل بالخرطوم. ويرجح خبراء أن الدعم السريع كانت تبحث عن مستشفيات لإجلاء جرحاها ثم لجأت إليها كملذات آمنة من القصف الجوي قبل أن تقوم مجموعات منها وصفتها بالمتفلتة بنهب المستشفيات دون أوامر من قادتها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.